دي حاجة بسيطة مش مستاهلة كل الزعل ده. بتتعامل ازاي مع مشاعر ولادكم؟ في ناس كتير قوي بيقولوا لي ان ولادهم لما بيزعلوا هم بيحسوا بمسؤوليه وواجب تجاههم فظيع جدا، ان هم لازم يصححوا المساله وينقذوهم ويطلعوهم من المود. في ناس تانيين بيقولوا لي يعني احنا بنقول لهم ما تكبروش المساله وعدوها وازمه وهتعدي يعني مش مشكله. حتى في الفرح لما الولاد بينبسطوا قوي في ناس كتير بيقولوا لاولادهم ايه ده انتوا مالكم فرحين بزياده كده ليه؟ المهم بقى انه التربيه الايجابيه بتعلمنا ان احنا واجبنا تجاه مشاعر ولادنا هي ان احنا نقر المشاعر فقط، لا نتدخل علشان نتفه منها ولا ننقذهم ولا نصحح الوضع ولا اي حاجه. احنا مجرد بنقول لهم ان احنا حاسين بيكوا جدا ومتفاهمين المشاعر وبس. Dan Modern 100% smartphone. من هاتفنا المحمول إلى هاتفك المحمول، محتوى رقمي جديد.